السلام عليكم. الأزمة الخليجية وما عرفته من تطورات متسارعة وخطيرة ابتداء بفبركة تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عاقبته بشكل سريع أيضا حملة إعلامية على دولة قطر وقيادتها، ثم تدحرجت كرة الثلج السعودية الإماراتية من مهاجمة قطر في المنابر الإعلامية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وما تبعتها من إجراءات أخرى. والملفت في الخطاب الإعلامي والسياسي المتهجم على قطر والذي يكيل لها اتهامات عدة حضور تركيا كشريك موضوعي لقطر في جملة قضايا إقليمية وخيارات سياسية من خلال تكرار ذكرها في المنابر الإعلامية وفي السردية السعودية الإماراتية المصاحبة والداعمة للحملة على قطر. وهنا نطرح الأسئلة مركزية حول علاقة تركيا بدول الخليج وطبيعة هذه العلاقات وآفاقها مع تعقد الأزمة الخليجية الحالية والمخاوف من تداعياتها الإقليمية. هذا هو موضوع حلقة اليوم من أوراق تركيا والخليج العربي، فأهلا بكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا الدكتور سعيد الحاج الكاتب والباحث مختص في تركيا. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني تطور الأحداث وتسرحها في 10 أيام تقريبا ينبئ بأن هناك شيء ما تحرك وسيتحرك، وخاصة بأن هناك محاولة لإقحام تركيا، لربما نحن أمام سيناريو إقليمي له أبعاد أخرى أبعد من الأزمة الخليجية البينية. يعني في زاوية محاولة إقحام وفي زاوية منع تدخل تركيا ربما في هذه الأزمة بطريقة أو بأخرى. كما تعرف أستاذ محمد ولو ساعدنا الزملاء في المعلومات، العلاقة التركية الخليجية كانت دائما مضطربة. أنا أتحدث عن فترة ما قبل العدالة والتنمية، عشرات السنين تركيا كانت قد أدارت ظهرها للعالم العربي بطبيعة الحال لدول الخليج العربي، لكن مع قدوم العدالة والتنمية بمقاربة جديدة للعلاقات الدولية للسياسة الخارجية التركية بدأ انفتاح من العدالة والتنمية من تركيا على العالم العربي وبالضرورة على دول الخليج العربي، لكن هذا لم يكن أبدا دائما متساويا بين دولة وأخرى. لاحظنا أن هناك ربما تنسيق أكثر، تعاون أكثر مع قطر، برود وجفاء وتذبذب أحيانا مع السعودية، ولكن كان هناك دائما علاقات أقرب للقطيعة مع الإمارات العربية المتحدة حتى لحظة الثورات العربية التي كانت ربما كما يقال القشة التي قسمت ظهر البعير. لاحظنا الاقتراب أكثر مع قطر في السياسة الخارجية، ولاحظنا الابتعاد أكثر عن السعودية والإمارات. لحظة وفاة الملك عبد الله ملك السعودية، اعتلاء الملك سلمان العرش وتوليه السلطة، كانت لحظة استثنائية حاول الرئيس أردوغان من خلال زيارته المفاجئة السريعة للمشاركة في العزاء محاولة اقتناص هذه اللحظة مع المملكة العربية السعودية. تحسنت العلاقات نوعا ما، حتى العلاقات مع الإمارات ربما أصلحت بطريقة أو بأخرى، وعاد السفير الإماراتي إلى تركيا مع علاقات ليست بالضرورة إيجابية جدا. لكن الأيام القليلة الماضية كما تفضلت حضرتك، هذه الأزمة التي تفجرت داخل الخليج وصل بعض الشظايا منها إلى تركيا. تسريبات السفير الإماراتي في الولايات المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة كان جزء منها متعلقا بتلميحات لدور إماراتي إسرائيلي في الانقلاب الفاشل في تركيا هنا، وبالتالي كنا نتساءل هل سترد تركيا، كيف سترد تركيا على هذه التسريبات وهذه التلميحات، وإذا بنا أمام أزمة قطع العلاقات 4 دول أساسية 3 منها خليجية مع قطر، وبالتالي أصبح الآن يطرح السؤال ما هو الدور التركي الذي يمكن أن تلعبه تركيا، ليس فقط كدولة لها علاقات مع مختلف الأطراف ولكن أيضا كرئيسة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي. هذا هو ربما الذي سوف نحاول أن نبحثه معك اليوم في هذه الحلقة. وفعلا وتطور الأحداث وتسارعها يجعل أنه كل السيناريوهات متوقعة، لأنه لم يكن هناك متوقع خاصة بعد تجاوز أزمة 2014 مستطردة في الحلقة، لم يكن متوقع قطع العلاقات ولكن حدثه بشكل فجائي. ولكن قبل ذلك نتابع بعض هذا التقرير الذي يسلط الضوء على علاقة تركيا والخليج العربي وما يقع على هامش هذه الأزمة، نتابع بعض الكورسات. منذ أيام والساحة الإعلامية العربية مشغولة بالسجال الإعلامي الخليجي، بدءا من فبركة تصريحات على لسان أمير قطر، مرورا باختراق إيميل سفير الإمارات في الولايات المتحدة ونشر بعض رسائله، ووصولا لقطع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع قطر، ولتركيا علاقة بالأزمة في كل مستوياتها. فالرسائل التي نشرتها صحيفة ذا ديلي بيست الأمريكية وأوصلتها لها مجموعة أطلقت على نفسها اسم جلوبال ليكس، شملت ما يتعلق بالموقف الإماراتي من تركيا، سيما المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز يوليو 2016، حيث يتلقى السفير الإماراتي رسالة من جون حنا كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تشير إلى مقال ربط بين المؤسسة ودولة الإمارات من جهة وبين الانقلاب الفاشل في تركيا من جهة أخرى، معقبا عليها: سررنا بالشراكة معكم،
كما تشير إحدى الرسائل إلى مؤتمر مزمع عقده خلال شهر حزيران يونيو الحالي بالشراكة بين المؤسسة ودولة الإمارات حول عدة قضايا منها سياسات تركيا نحو عدة دول من ضمنها مصر وسوريا والعراق وإيران وإسرائيل، إضافة لنقاش السياسات الإماراتية الأمريكية لتصحيح سلوك تركيا كما ورد في الرسالة. من جهة أخرى، دخلت تركيا على خط الأزمة بين الدول الخليجية لعلاقاتها الجيدة مع كل من قطر والسعودية من جهة، وباعتبارها الرئيس الدوري لمنظمة التعاون الإسلامي من جهة أخرى، عارضة للمساعدة في رأب الصدع وتخفيف حدة الأزمة. فأجرى الرئيس التركي اتصالات مع كل من أمير قطر وملك السعودية وأمير الكويت إضافة للرئيس الروسي. فهل تنجح أنقرة في مساعيها؟ وهل تقبل الدول الخليجية بالوساطة التركية؟ وهل يمكن توقع موقف سياسي ما من أنقرة إزاء الأزمة دعما لقطر مثلا، خصوصا إذا ما قدر لها أن تستمر وتتفاقم؟ رمضان مبارك. في رمضان المبارك معكم في كل زمان ومكان، نرد على أسئلتكم الفقهية على الهواء مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج fatwa@alhiwar.tv أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك الحوار TV. يسعدني أن ألتقي بكم في شهر رمضان المبارك لنعيش وإياكم سويا لحظات في رحاب الله عز وجل. أجيب على أسئلتكم الفقهية التي ترد إلى البرنامج، أسأل الله لي ولكم القبول. رمضان مبارك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، الحلقة اليوم من أوراق تركيا، تركيا والخليج العربي. نرحب بضيفينا في الاستوديو الأستاذ مصطفى أوزان المحلل السياسي التركي والدكتور سعيد حاجة الكاتب باحث مختص في شأن تركيا. أهلا بكما أستاذ مصطفى. يعني في ظل دعوات لتهدئة الوضع في الخليج ودعوات أيضا لإيجاد حل خليجي خليجي، هناك أيضا دعوات إلى أن تنهى هذا الموضوع بشكل نهائي وحاسم من أطراف معينة لها مصلحة في ذلك، ولكن تقحم تركيا كعنصر إدخاله في هذه الأزمة الخليجية له أبعاد وخلفيات. ولكن قبل ذلك، كيف هي طبيعة علاقات التركية الخليجية، وكيف هذه العلاقات عرفت تطورات عبر حقبة زمنية معينة وسياسية أيضا؟ طبعا بعد الربيع العربي تغيرت العلاقات التركية مع العالم قاطبة جميع، مثلا تقلصت علاقات سياسية مع إدارة الأمريكية أثناء إدارة أوباما، وأيضا مع بعض دول الاتحاد الأوروبي كانت هناك اتفاقية مبرمة قبل سنة سنتين ولكن لم تنفذ بعض يعني، وأيضا روسيا علاقاتنا أخذ ورد، كان في صورة أخذ ورد. إذا تقلصت علاقات تركيا كما وصف أصلا إبراهيم قلن وكبير المستشارين لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولم تتبقى إلا بعض الدول لها علاقات يعني متميزة.
مع تركيا مش قطر. هذا التقلص بدأ من منذ الثورات الربيع العربي. صحيح. ولكن أيضا قبل ثورات الربيع العربي لم تكن العلاقات متطورة جدا يعني إلا باستثناءات معينة. يعني ولكن مستقرة، كانت علاقات مستقرة. مثلا كانت علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية متأزمة أثناء بوش الابن، ولكن عندما تولى الأمر أوباما تحسن العلاقة، تحسنت العلاقات، ولكن تداعلت فيما بعد أيضا على إثر المواقف مختلفة تجاه سوريا. بالضبط، يعني المواقف المختلفة تجاه سوريا، هل هذا أثر على العلاقة مع السعودية مع الإمارات؟ تماما. تركيا كانت مؤيدة لثورة سوريا، وأيضا مع مصر مرسي، يعني قطر أيضا كان في نفس السياق مع تركيا، ولكن دول أخرى خليجية، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عبد الله ملك عبد الله، كان مختلفة. لذلك هذا الاختلاف أثر في جوهر العلاقات بينية بين تركيا والدول الخليجية المعنية. طيب دكتور سعيد، يعني واضح أنه الربيع العربي كان لحظة فاصلة وفارقة في طبيعة هذه العلاقات، كما ذكر الأستاذ مصطفى كانت مستقرة إلى حد ما، باردة مع الإمارات مثلا، متطورة مع قطر، أتى الربيع العربي ليعيد تشكيل هذه العلاقة. طبيعة الحال هو يعني أنا أعتقد أن أحد الأخطاء هو في تقييم دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى واحد من العلاقة، إن كان داخليا أو حتى في العلاقات مع المكونات الخارجية أو مع الدول الأخرى. في نهاية المطاف سابقا وحتى حاليا هناك تمايزات، هناك طبقات، دعني أقول في دول مجلس التعاون الخليجي. الآن حتى لأن أردنا أن نتحدث مثلا عن أهم القضايا التي تشغل المجلس، مثلا المواجهة مع إيران، العلاقات الداخلية، العلاقات الخارجية، سوف تجد أن هناك تقارب شديد جدا بين السعودية والإمارات مثلا، ستجد أن قطر لها استقلالية نوعا ما في السياسة الخارجية، ستجد أن الكويت وعمان لهما أيضا اتجاه مختلف حتى على مستوى العلاقات مع إيران، وستجد البحرين أقرب نوعا ما للإمارات السعودية، وبالتالي ليس هناك كيان منسجم تماما اسمه مجلس دول مجلس التعاون الخليجي. تركيا منذ لحظة العدالة والتنمية وتحديدا مع السنوات اللاحقة وتبلور ذلك أكثر مع الثورات في العالم العربي، علاقته مع قطر تميزت جدا لأسباب كثيرة، جزء منها لها علاقة برؤية كل منهما المتناسقة أو المتناغمة بعضها البعض لأحداث المنطقة، الثورات، العلاقة مع الإسلام السياسي، القضية الفلسطينية وما إلى ذلك، وجزء آخر متعلق بالمصالح المشتركة حتى على مستوى العلاقة الشخصية بين الشيخ أمير قطر الشيخ تميم وبين الرئيس إردوان، كان هناك علاقة شخصية متميزة جدا. الأمر الثالث، طور البلدان بناء على هذه المشتركات وبناء على هذه المصالح المشتركة والرؤى المشتركة، طور العلاقة الاستراتيجية بينهما اقتصاديا سياسيا تجاريا، وصولا لاتفاقية عام 2015، اتفاقية التصنيع العسكري والتصنيع الدفاعي والتعاون العسكري، والتي كان من ضمنها إنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وأيضا اتفاقية لنشر الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، والعكس صحيح، وبالتالي علاقة متميزة جدا مع قطر. في المقابل العلاقة التركية السعودية، رغم أن الكثيرين حاولوا أن ينفخوا بها، وأعتقد أن تركيا بذلت جهودا مضنية حتى يكون هناك تنسيق أكثر بين تركيا والسعودية، باعتبار أن المهددات والمخاطر مشتركة كبيرة جدا على مستوى المنافسة مع إيران، على مستوى البرود في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الحاصل في سوريا ومستقبل الحل السوري. لكن أعتقد أنه نظرة الريبة السعودية نحو تركيا، تنافس على النموذج، تنافس على الدور في العالم الإسلامي، بقي حاضرا، واليوم نرى أكثر. يعني ربما الأسبوع الماضي صدرت بعض التسريبات عن أن السعودية ألغت صفقة استيراد سلاح من تركيا، وتركيا عبر مستشار في وزارة الدفاع بتصريح مقتضى بأنه لم تخبرنا السعودية بذلك، ولم يكن هناك نفي تام للأمر. العلاقة مع الإمارات مضطربة جدا منذ 2013، أحداث غازي بارك، كان هناك تسريبات إعلامية وسياسية أن الإمارات لها دور بطريقة أو بأخرى، ربما بما حصل بتغذية هذه الاحتجاجات وصولا للحظة الانقلاب. وكان هناك كلام واضح جدا أنه قد يكون هناك دور إماراتي ودور إسرائيلي وتعاون بينهما أو تنسيق ربما في الانقلاب. لم نصل بطريعة الحال لدرجة المعلومة والموثوقية من هذه المعلومة، لكن رأينا لاحقا بضغط العلاقات السعودية التركية والرغبة في تطويرها، صحت ربما تركيا أو طبعت العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، وعاد السفير الإماراتي لأنقرة، لكن لم نجد هذا الانطلاق الإيجابي في العلاقات، وبالتالي بدأ ما زال الأمر مضطربا. أنا أعتقد أنه قطر والسعودية والإمارات الدول الثلاث الأبرز في الأزمة، هم الدول الثلاث الأبرز من دول مجلس التعاون الخليجي لهم علاقة مع تركيا، وما زلنا حتى اليوم نستطيع أن نتحدث بنفس المستوى ربما عن هذه العلاقات، وربما لنفس الأسباب التي أدت إلى الأزمة مع قطر، هي نفس الأسباب التي تؤدي إلى نوع من الريبة والتحفظ لبعض الدول تحديدا السعودية والإمارات في العلاقات مع تركيا. هو الريبة والتحفظ شيء من الأزمة. أستاذ مصطفى،
ونحن الآن أمام أزمة ممكن يعني من أشد الأزمات يعرفها دول الخليج أو مجلس التعاون الخليجي. هذه الأزمة الخليجية كيف تنظر أنقرة لها؟ والله يعني تركيا طبعا تفاجأت بهذه الأزمة الطارئة، حصل طبعا قبل 4 سنوات أو 2014-13 كانت هناك أزمة طارئة أيضا زالت بمضي بعض الشهور، ولكن اليوم أزمة أكثر تعقيدا على أساس هناك حصار المضروب على قطر مثل ما ضرب من قبل إسرائيل على قطاع غزة، يعني حصار البري جوي ومن كل النواحي. لذلك يعني تركيا تتعجب عن هذا الحصار المضروب على قطاع غزة. يعني كثير من المحللين يعتبرون أن هناك حصار على الإسلاميين جملة، وأيضا طبعا تأخذ دولة قطر حصتها من هذا الحصار. طبعا تركيا تريد أن تكون هناك علاقات بينية بين دول الخليجية متينة، حتى هذا تؤثر إيجابا على علاقات مع تركيا. إنما تركيا مثلا تكسب دولة تخسر الأخرى، هذا لا تفيد تركيا. مثلا على سبيل المثال المملكة العربية السعودية ربان سفينة الدول الخليجية، لا يمكن لتركيا أن تستغني عن دور أو عن قوة المملكة العربية السعودية، يعني قوة مالية، قوة دبلوماسية، وقوة في كل النواحي. ولكن قطر أيضا تتميز أنها خدمت الأمة العربية بمواقف فيها الإيجابية في يعني في كل الأمور. لذلك يعني وكأنك تقول بأن أنقرة في حيرة من الموقف. والله يعني في حيرة حقيقة، يعني قلبها مع قطر كما عقلها مع السعودية مع الأسف الشديد يعني. ونسأل أن يكون السيف مع أي أحد. دكتور سعيد، يعني هذا التوتر الأخير بين قطر والإمارات أساسا من ابتداء من فبركة التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم، موقف أنقرة من بدايات هذه كان هناك أيضا لا نقول ريبة، ولكن كان هناك نقطة صفحة حول موقف أنقرة، وكان كان الصمت أو الرفض الصامت لما يقع في تسريبات السفير الأميرات. لا في بداية بداية الأزمة عندما بدأ الحديث عن فبركة التصريحات المنسوبة لأمير قطر. يعني أنا أتصور حتى المواكب الإعلامية التركية للحدث لم تكن يعني لا أقول كما يجب لم تكن على مستوى الحدث، يعني كانت أزمة كبيرة جدا، لكن تلقي المجال الإعلامي التركي للأمر لم يكن عاليا جدا، وهذا متوقع. في العادة الأخبار التركية لا تحتفي كثيرا بالأخبار الخارجية التي تكون فيها أزمات كبيرة جدا. وعلى المستوى السياسي بطبيعة الحال ذلك لم يشكل أزمة سياسية، يعني أزمة فبركات تصريحات أمير قطر كانت هجوما إعلاميا على قطر، يعني تقدمته العربية وسكاي نيوز وبعض الوسائل الإعلامية الأخرى، ولم يكن هناك أزمة سياسية، وبالتالي لم يكن متوقعا من تركيا أن تصدر بيانا سياسيا أو موقفا سياسيا معينا. قد يكون يعني وراء الكواليس حصلت اتصالات معينة، لكن باعتبار أن الأمر لم يتحول إلى أزمة دبلوماسية أو أزمة سياسية فلم يكن متوقعا أن تصدر تركيا قرارا ما. المفاجئ كان أن تركيا تحفظت أو لم تتحدث بعد صدور تسريبات السفير الإماراتي، كما ذكرتم في تقريركم هناك إشارتان مهمتان جدا، واحدة في السابق ولها علاقة بحدث استثنائي كبير جدا في تركيا مثل المحاولة الإنقلابية الفاشلة، تلميحات لدور إماراتي معين بطريقة أو بأخرى، وتركيا يعني لم تعلق على هذا الأمر أو لم تعقب عليه. والأمر الثاني مستقبلا، حتى يعني هناك يفترض مؤتمر في منتصف هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، نفس المؤسسة البحثية أو المؤسسة التي تقدم على أنها بحثية، الدفاع عن الديمقراطيات بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تناقش يفترض عدة دول وعدة قضايا، وينص على أحد المحاور أنه كيف يمكن تصويب أو تصحيح مسار تركيا في بعض القضايا، وبالتالي هناك يعني استهداف نوعا ما لتركيا في هذا الأمر. وتركيا دعني أقول التزمت الصمت، وهذا أنا أعيده للسياسة التي انتهجتها الحكومة التركية منذ تنصيب السيد بن علي يلدرم رئيسا للحكومة، وهو تقليل عدد الخصوم والأعداء وزيادة عدد الأصدقاء. يعني تركيا تضررت كثيرا من سياسة التوتر مع عدد من الأطراف الكبيرة، ودفعت أثمان الحقيقة لتصحح العلاقات مع روسيا، ثم تطبع مع الكيان الصهيوني، ثم بعد ذلك أعادت سفير الإمارات. كثير من الدول التي كان لها توترات كبيرة جدا معها حاولت ترطيب العلاقات معها وفتح قنوات اتصال لتخفيف الضغوط الخارجية، لأنها متزامنة كما معروف مع أيضا ضغوط داخلية، الاقتصاد وداعش والفتح الجولاني والانقلاب والحمال الكردستاني، الاتحاد الأوروبي خارجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
قدر الإمكان تحاول أنقرة منذ شهور طويلة جدا أن تخفف حدة العلاقات الخارجية، ولذلك لم ترد ربما أن تفتح جبهة جديدة عليها بالرد على الإمارات. طيب. لأنه رغم التسريبات بأن هناك دور ربما للإمارات في الانقلاب والذي لم يثبت ربما، لكن بالتأكيد لدى صانع القرار أدلة على وجود هذا الشيء أو نفيه، لكن عاد سفير الإمارات وأراد تركيا أن تصحح العلاقات، وبالتالي الإشارة له في هذا التسريب ربما أقل مستوى من المعلومة التي لدى. ولكن دكتور سعيد، وأنا أحمل السؤال الأستاذ مصطفى، يعني ما تحدثت عنه من دور محتمل أو هواجس حول دور إماراتي محتمل في الأزمات التي عرفتها تركيا الداخلية من كازي باركي إلى محاولة الانقلاب، سياسيا لم نتحدث عن شبهة تقريبا وقراء، نتحدث عن جملة تحليلات إضافة إلى تقارير إعلامية إضافة إلى تسريبات كلها تتحدث عن دور إماراتي ما، لا نعرف موضوع دور إماراتي ما في المحاولة الانقلابية أستاذ مصطفى، ومع ذلك أنقرة تتعاطى ليس برود ولا كأن المسألة إلى حد الآن لا تمسكها بيديها ولا لا تستطيع أن تحدد فيها قرار، لا تخرج كأنها من إطار طبعا دول حول الخليج أو دول الخليجية. نعم أستاذك أستاذ مصطفى حتى نستطيع التواصل بشكل يسير مع ضيفنا الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية. أهلا بك أستاذ جابر. أهلا وسهلا أخي الكريم. تصفيني فقط أنت رئيس تحرير شرق، إنما إعلامي كنت سابقا رئيس تحرير. طيب سيد، أهلا بك كرئيس تحرير سابق وإعلامي قطري. أستاذ جابر، استهداف قطر في هذا التوقيت بالذات لماذا وما هي خلفيته؟ حقيقة أمر مستغرب حقيقة في أن يكون هذا الاستهداف في هذه المرحلة وبهذه الحدة وبهذا الحجم وبهذه عذرا بين قوسين وبهذه السفالة. حدثت هجمة إعلامية على قطر ربما يعني قرأتم عنها، لكننا في الخليج لم نألفها أن تصل إلى كسر المحرمات وإلى الطعن بالأعراض وإلى التشهير بالرموز وإلى حالات من القتل للأسف الشديد. ثم ترجمت هذه الحملة التي تم التجيش لها على خلفية تبركة تصريحات صحفية لأمير قطر بقدرة قادر. هذه التبركات وصلت إلى قطع العلاقات. إذا كان هناك تحفظا على التصريحات التي فبركت فكيف يتم الانتقال خلال 10 أيام تقريبا إلى ليس فقط قطع علاقات دبلوماسية إنما فرض حصار إغلاق حدود برية، المجال الجوي إغلاقه. حقيقة نحن مستغربين في قطر أن يصل الأمر إلى هذه الحدة. نعم قد يكون هناك تم اختلاق كل هذه الأسباب من خلال التنسيق، من خلال التدبير، ومن خلال لوبيات اشتغلت وغرف عمليات دبرت هذا الأمر. قد يكون هناك رغبة بفرض وصاية على قطر، انتهاك سيادة، كل هذه الأمور واردة. أستاذ جابر هل هناك استثمار أستاذ جابر هل هناك استثمار لزيارة ترامب إلى الخليج والقمة الإسلامية الأمريكية، وكأن هذا تحرك أتى بمباركة أمريكية؟ بحقيقة التصريحات الأمريكية على خلاف تماما لهذا التوجه الخليجي. يعني إذا تذكرنا حتى ترامب خلال القمم التي عقدت هناك أكد على أن قطر شريك استراتيجي في محاربة الإرهاب على مدار اليومين، وحتى هذا اليوم التصريحات الأمريكية كانت الخارجية أو البنتاغون أو المساعدين لوزير الخارجية يؤكدون على أن قطر له دور كبير في استتباب الأمن الإقليمي، يتحدثون عن تحالف قطر في محاربة الإرهاب ويتهم بماسبة التي أستاذ جابر بعد إذنك في تغريدة أخيرة لترامب يقول ممكن تكون هذه بداية نهاية الإرهاب. تصريح ترامب نفسه يقول أن قطر شريك استراتيجي في محاربة الإرهاب. كنا نتمنى أن يقدم ما هي أو أدلة ملموسة على دعم قطر للإرهاب.
ما هو الإرهاب الذي يتحدثون عنه؟ وقطر ساندت يتحدثون عن مزاعم للأسف لم يقدموا عليها أدلة ملموسة، وبالتالي هي ادعاءات باطلة ليس لها مكان على أرض الواقع. طيب أستاذ جابر، الدور التركي المتوقع في هذه الأزمة، الدور وساطة، دور تقريب وجهات نظر، تخفيف من حدة الأزمة؟ أولاً العلاقات القطرية التركية الكل يعلم بها أنها علاقات استراتيجية، وهناك اتفاقيات تربط البلدين في مختلف المجالات، بما فيها طبعاً الاتفاقية العسكرية الدفاعية بين البلدين. طبعاً تحدث الأخوة الأتراك بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأيضا وزير الخارجية على الحرص على التوفيق وعلى معالجة هذا التوتر وهذه الخطوات الجانبية الأحادية التي اتخذت من قبل هذه الأطراف. نحن نتأمل أن يكون هناك دورا توفيقيا لحل هذه الأزمة، خاصة أن لتركيا مكانة خاصة ولفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان مكانة خاصة أيضا، ليس فقط على الصعيد الخليجي إنما على الصعيد العربي والإسلامي. لذلك وهي اليوم بالمناسبة تتولى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، نتطلع أن يكون لها دور. لكن تركيا نحن نثق بتوجهاتها ونثق بقراراتها ونثق بمواقفها تماما، والعلاقات القطرية التركية علاقات استراتيجية، وهناك مجلس أعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة أمير قطر وبرئاسة فخامة الرئيس، وهذا دليل على عمق العلاقات التي تربط البلدين، ودليل على أن المجلس يشرف عليه الرجلين الأولين في كلا البلدين. شكرا شكرا. نحن نتطلع إلى دور إيجابي وحاسم للشقيقة التركية في هذه الأزمة. شكرا لك أستاذ جابر الحرمي الإعلامي القطري، ونحن مثلك نتطلع إلى دور توافقي، لأنه العالم العربي تكفيه المشاكل وتكفيه يعني هذه الأزمات، يعني ليس في حاجة لأزمة جديدة. ولكن عذرا على المقاطعة أستاذ مصطفى، أعود إلى نفس السؤال، يعني كل شيء سياسي كان يدل إلى دور إماراتي في الأزمة أو في محاولة انقلاب، في أحداث أخرى وقعت في تركيا، ومع ذلك تركيا لازالت تتعامل ببرود وكأن المسألة لا تعنيها وكأن المسألة تريد أن تتجنبها حتى. كأنها تغض النظر عما تفعلها بعض طبعا المنتسبين لإمارة العربية المتحدة. هذا صحيح كما وصف أخونا دكتور سعيد. نعم دكتور سعيد، عن طبعا الديمقراطية، عن طبعا يتشدكون عن الديمقراطية، يتحدثون عن الديمقراطية ولكن يقومون بالانقلابات كما حدث في مصر، وهم يتمنون أن يحدث هذا، يتكرر هذا في تركيا. لذلك عندما عللوا طبعا موقفهم من القطر في الأزمة الأخيرة، قالوا أنها يعني تتواصل مع إيران، لها علاقة مع إيران ولها مع علاقة إسرائيل، كانت هناك تسريب أو قرصنة طبعا موقع الوكالة أنباء القطرية، ولكن هذا تسويق فقط. على الحقيقة طبعا من هذه الأزمة لا تتضرر إيران مثل ما تتضرر أصلا تركيا، إذن تسويق إيران ولكن على الحقيقة تركيا، تسويق إسرائيل ولكن حقيقة فلسطين ليس أكثر، لأن علاقتهم علاقة إماراتية أو علاقة مع بعض الدول المنتسبة لمجلس التعاون الخليجي أكثر متنا من علاقة قطر مع إيران، ولا وأيضا هذا تخص إسرائيل، أيضا علاقات إسرائيلية ببعض دول مجلس التعاون الخليجي. إذن لابد تركيا تهتم بهذا الأمر على أساس في كل شاردة وواردة تذكر اسم تركيا، وأيضا قطر تستحق كل التأييد ودعم من تركيا وغير تركيا. إذن تركيا معنية بهذا الأمر إن تجنبت أو لم تتجنب، على أساس اسمها مقحم في هذه القضية. وفعلا يعني هي أرادت أم لم ترد، هي مقحمة في هذه الأزمة. دكتور سعيد، يعني التسريبات السفير الإماراتي في واشنطن كانت يعني مربكة إلى حد ما، في إشارات إلى لتركيا، وهذه الإشارات لا يمكن أخذها باعتبار أنها إشارات عادية أو كمؤسسة شبه بحثية، هذه مؤسسة دفاع ديمقراطي، ولكن أيضا عندما يتعلق المسألة بالانقلاب لم تعد المسألة بسيطة.
يعني كنا نتوقع رد فعل تركي إلى حد الآن لم يصل لمستوى التوقعات. يعني أنا أعتقد أن تركيا تخطط هذه المرحلة، هي تركز أكثر على مواجهة فتح الله جولان ومنظومته التي تصنفها على قوائم الإرهاب أكثر من متابعة، ولكن هؤلاء هم أحد داعمين، أكثر من متابعة الدول الداعمة لذلك، حتى الولايات المتحدة الأمريكية والدور الذي قيل لأن لقاعدة إنجيريك العسكرية أنيط بها في خلال المحاولة الإنقلابية. العلاقات التركية الأمريكية لم تشهد هزات كبيرة جدا، تحديدا بعد انتخاب ترامب التركي عولت كثيرا على هذه العلاقة، رغم أن واشنطن ما زالت مصرة على عدم تسليم جولان وحتى مصرة على دعم المنظمات الكردية المسلحة في سوريا. فالتركيز التركي الحقيقة من جهة على المواجهة المباشرة مع هذه المنظمة من جهة، والأمر الثاني أنا أعتقد أن تركيا تنظر لهذه الأزمة الخليجية على أنها مهدد للأمن والاستقرار في المنطقة أكثر من كونها تلمسها من زاوية أخرى، وبالتالي يتخطط بشكل سلس جدا موضوع تسريبات يوسف العتيبة، ولكنها مهتمة أكثر بالأزمة الآن، أزمة تقطع العلاقات مع تركيا، وباعتبارها لها علاقات متميزة واستراتيجية كما ذكر الأستاذ جابر قبل قليل مع قطر، وأيضا لديها علاقات غير سيئة بل جيدة على الأقل بمستوى جيد مع كل من السعودية والكويت وبعض الدول الأخرى، فإنها وكونها أيضا رئيسة دورية الآن تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي فعليها مسؤوليات معينة. وواضح أن التصريحات التركية المتواصلة والمتتالية من وزير الخارجية لرئيس الوزراء لمتحدث من الحكومة الناطق باسم الرئاسة وصول لأردوغان نفسه واتصاله، واضح أن تركيا مهتمة جدا بهذه الأزمة لأنها لا تريد تفتيتا كثير جديدا وتشتتا أكثر في المنطقة، رغم أنه هناك يعني أزمات كافية كما قال وزير الخارجية التركي، المنطقة تعاني من أزمات كافية لا تحتاج لأزمات جديدة. وبالتالي واضح كان عدد الاتصالات الهاتفية التي قام بها أردوغان البارحة، اتصال على أمير الكويت، على أمير قطر، على ملك السعودي، وحتى على بوتين للمساعدة إن كان هناك إمكانية للمساعدة في حل هذه الأزمة. واضح أن هناك اهتمام تركي بأن تقوم تركيا بوساطة ما، لكن أنا أعتقد أن هذه الوساطة أمامها تحديات كبيرة، بمعنى الوساطة تحتاج لأن يقبل بك الطرفان وسيطا بهذا الأمر. قطر لا أعتقد أن لديها أي مانع من أن تكون تركيا وسيطا في هذه الأزمة، بالعكس من هي ترحب، وهي كما ذكر الأستاذ جابر قبل قليل هي تثق بالموقف التركي والرؤية التركية، والعكس تتطلع لدور تركي رائد في هذا المجال، لكن أنا أعتقد أن الطرف الآخر تحديدا السعودية والإمارات لن تكون مرحبة جدا بدور تركي على شكل وساطة، ربما هي تتفاعل تتجاوب مع الاتصالات التي أجراها الرئيس التركي، ربما تكون هناك زيارات دبلوماسية، وزير الخارجية يتحرك أو غيره من تركيا، لكن فكرة الوساطة الكاملة أنا أعتقد أنه ربما ستقبل السعودية والإمارات أن تكون وساطة خليجية بحتة، وربما أمير الكويت هنا مرشح وبدأ في هذه التحركات. عادة دول مجلس التعاون الخليجي أستاذ محمد أنها تفضل الحلول الخليجية الداخلية أكثر، لكن إذا كان هناك جهد خليجي تضافر مع جهد تركي كمنظمة التعاون الإسلامي حتى أيضا وليس فقط كتركيا، وتتضافر مع دول أيضا خارجية أخرى حثت الأطراف على الهدوء والحوار وحل الأزمة بطريقة أو بأخرى، نعتقد أنه قد تؤدي إلى نتائج إيجابية لاحقا إذا ما كان هناك رغبة داخلية داخل دول الخليج بأن هذه الأزمة لا تستمر. أما إذا كانت الإرادة والنية مسبقة على أنه قطع علاقات وضغط حتى من نهاية ضرورة الحسم، فإن هذا سيكون معه كل الوسطات. دكتور سعيد أريد أن أعمق معك النقطة وأفتح فيها قوسين، مسألة الثقة، هناك أزمة ثقة واضحة، يعني ليس هناك نتحفظ ممكن عن معلومات لأن ليس لدينا معلومات واثقة من موثوقة في ذلك، ولكن هناك أزمة ثقة في العلاقات التركية السعودية الإماراتية وخاصة تركيا السعودية، يعني هذه الصعود والانخفاض وهذه المد والجزر في هذه العلاقات في آخر الأمر هو ليس في سياق طبيعي، هناك أزمة ثقة، هناك توجس سعودي من دور تركي معين في الإقليم. دكتور، للأسف الشديد هذا صحيح، وحتى في أوج مد العلاقات التركية السعودية وعندما كان الكثيرون يتحدثون عن محور سعودي تركيا وعن تحالف سعودي تركي، وهذا كان مبالغة الحقيقة، وأنا طالما سعودي تركي قطر تحدثنا فيه كثير تحديدا في موضوع السعودي التركي، لأن لا تركي القطري كان يعني وصل إلى درجة لهذه الدرجة، وإن كان جيوستراتيجيا لا يحتمل معنى التحالف أو الحلف، لكن التركي السعودي كان تعاونا ثنائيا تطور، كان هناك تنسيق، كان هناك محاولات تركية مضنية للوصول إلى حالة تحالف ما، لكنها لم تصل. وأنا أعتقد أن أزمة الثقة هي أحد أهم أسباب عدم الوصول لشكل من التحالف أو الحلف بين الطرفين، جزء منها متعلق بحالة الاستقطاب الموجودة في العالم العربي والتي اضطر أو دخلت بها تركيا بطبيعة الحال بعد ثورات العالم العربي وتحديدا بعد الموقف من الانقلاب في مصر في 2013، إضافة إلى أن هناك حالة من التنافس الضمنية بين النموذج التركي والنموذج السعودي، إن جاز لي التعبير مجازا هنا، النظرة للدين، النظرة للسياسة، علاقة الدين بالسياسة، إدارة الدولة وطريقتها، الجذور التاريخية للدولة وماهيتها ومكانتها، وأيضا تنافس على الدور على قيادة العالم الإسلامي الآن
في ظل غياب العراق وتراجع مصر، المملكة العربية السعودية تقود العمل العربي الرسمي بشكل واضح جدا، وترنو أو تريد أن تقود، وهي تقود فعلا بشكل كبير جدا أيضا أو إلى حد ما على الأقل منظومة العمل الإسلامي المشترك، منظمة التعاون الإسلامي مقرها في المملكة العربية السعودية، أمينها العام سيد مدني سعودي. الآن تركيا بما تحوزه من إمكانات اقتصادية، مكانة سياسية، علاقات دولية، قدرات اقتصادية، وزادت عليها إضافة للتجربة التركية التي حازت احتراما ما أو مكانة ما في المنطقة، زادت عليها بأنها الآن الرئيسة الدورية لمنظمة التعاون، فهذا بدل أن يؤدي إلى حالة من التنافس أو حاول عفوا من التعاون أكثر، أدى إلى حالة من التنافس وعمق فجوة الثقة بين البلدين. أما العلاقة بين تركيا والإمارات فحدث ولا حرج، يعني هناك أسباب كثيرة جدا لوجود أزمة ثقة أكثر من أن يكون هناك تعاون، وبالتالي نحن عندما نتحدث عن العلاقات التركية الإماراتية نحاول أن نقول كيف يمكن حلحلة الأزمات والفكفكة هذه العقبات الكبيرة والمطبات في مسار العلاقات أكثر من أن نتحدث عن تعاون أو تنسيق ما في مجالات كثيرة. أستاذ مصطفى، يعني الدكتور سعيد قال بأن صعب جدا أن نتحدث عن وساطة لأنه هذا هو وارد في إطار أنه الطرفين أو الطرفان لهم قبول، لهم علاقات متوازنة، لهم قبول بهذه الوساطة. إذن مع يعني تبقى هذه الوساطة يعني غير قابلة للتنزيل، الآن ما هو الدور المتوقع لتركيا الآن على الأقل في إدارة هذه الأزمة أو في تقديم حلول أو خطوات ناجعة وفاعلة من أجل حلحلة الموضوع؟ طبعا نستطيع أن نقول هناك حاجة متبادلة بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا وبين مجموعة الدول الخليجية وتركيا. طبعا هذا حالة ضرورية ربما تؤدي إلى طبعا إلى علاقة محورية ربما، يعني حدثت هذا، ولكن ليس علاقة يعني ودية منذ البداية، بل علاقة اضطرارية كما وصف الأخ سعيد غيرها. تركيا تقوم بالمهمة أصلا أو جزء من المهمة، يعني أن يمكن أن يوجد أو إيجاد طبعا مجموعة اتصال أو مجموعة أزمة. طبعا هناك بعض الدول هم يقترحون أن يكون وساطة بين قطر والدول الباقية من دول مجلس التعاون الخليجي مثل السودان وأيضا الكويت، طبعا ربما أفضل وأرجح الوسيط يقوم بهذه المهمة طبعا الكويت، ولكن إذا كانت هناك بعض الدول مثل تركيا أيضا ربما مصعدة وملينة للمواقف وأيضا السودان إلى حد ما يشكلون طبعا تركيا بصفتها رئيسا للدورة الحالية بالنسبة لمنظمة التعاون الخليجي منظمة التعاون الإسلامي، يمكن أن تقوم مثل هذه المهمة أن يتشكل مجموعة من بعض الدول متقاربة مع دول مع الجميع يعني دون استثناء مع قطر ومملكة العربية السعودية وطبعا الإمارات العربية المتحدة. في هذه الحالة يمكن التوصل إلى نتيجة ربما سريعا. يعني تركيا يمكن أن تقود جهد جماعي من أجل صحيح جهد جماعي نعم من أجل إيجاد حل. كنت أريد أن أقول هذا، نعم تركيا تستطيع أن تفعل ذلك، لا بد أن تفعل ذلك. طبعا كما ذكر الأخ السعيد ربما هناك بعض التحفظات من جانب بعض الدول الخليجية تجاه تركيا خاصة الإمارات، لا أقول أن علاقة تركيا سيئة مع السعودية مثل الإمارات، نعم متقدمة مع السعودية أحسن إذا بالقياس مع الإمارات العربية المتحدة، ولكن يمكن أن تكون هناك حق النقد من قبل الإمارات العربية المتحدة تجاه تركيا، لذلك يمكن تفعيل هذه القضية من خلال طبعا تشكيل مجموعة حل أزمة. وتركيا تبدو مهيئة لذلك، نعم. في هذا التحرك الجماعي. دكتور سعيد، يعني ونحن نتحدث عن تركيا، يعني سؤال طرح نفسه منذ البدايات أنه هذه الخطوات المتسارعة خاصة الفجئية فيها التسارع في مهاجمة قطر والحملة الإعلامية ثم وصلنا إلى قطع العلاقات وغلق المنافذ البرية والجوية والبحرية، أن في الأخير هناك طبخة إقليمية وهناك أيضا مظلة دولية لهذه الطبخة الإقليمية، والمستهدف أو من جملة المستهدفين الرئيسيين تركيا من وراء هذه الحملة. يعني أنا أعتقد أن ذلك موجود جدا في ذهنية صانع القرار التركي ويقرأ الأمر هذا،
بهذه الطريقة. يعني هناك هناك بعدين كان من يقول بأن ما وقع مع قطر هو حق الاختبار لما سيقع بعد ذلك مع دول أخرى. بالعكس ربما يعني ربما حصل مع قطر هو ما لم ينجح مع تركيا في 15 تموز. يعني هناك أيضا قراءة تركية على الأقل على بعض وسائل الإعلام التركية أنه لم ينجحوا مع تركيا في الانقلاب في 15 تموز، فالآن أرادوا أن يكسروا حليفها اللي هو القطري. هذه إشارة مهمة. الإشارة الثانية أنه معظم ما هو مأخوذ على قطر ضمن الذي يحق الحق، دعك من شعارات العلاقة مع إيران ودعم الإرهاب وما إلى ذلك، هذه كلها الحقيقة شعارات ترفع فقط للتسويق، لكن في الأصل ما هو مطلوب من قطر أن تقدمه حتى يعفى عنها بين مزدوجين هو العلاقة مع الإسلام السياسي، العلاقة مع حركات المقاومة الفلسطينية، العلاقة مع الإخوان المسلمين، السياسة الخارجية، السياسة التحريرية للجزيرة وما إلى ذلك. هذه أغلبها تشترك فيها تركيا مع قطر، وبالتالي ما هو مأخوذ على قطر مأخوذ على تركيا. الأمر الثالث أن السياق الذي وضعت به هذه الأحداث، زيارة ترامب، الحديث عن الإرهاب، ربطه بأمور معينة وليس بمفهوم الإرهاب المعروف، التنكر الأمريكي لتركيا، الدور التركي الضعيف أو الضئيل ربما، وحتى المشاركة التركية المتدنية نوعا ما بوزير الخارجية وليس برئيس الدولة في قمة الرياض، خطاب الرياض، الخطاب ترامب في الكيان الإسرائيلي لاحقا، كلها تؤدي مؤشرات إلى أن الأمر وحتى الخطابات أو البيانات التي أعلنت على التلفزيونات الدول الخليجية الثلاث عندما أعلنت قطع العلاقات مع قطر كانت هناك لهجة أو نبرة تحيل أن هناك ثقة زائدة، وبالتالي وكأن هناك ضوء أخضر دولي أمريكي وراء هذه الحملة. اليوم الحقيقة قبل ساعات عندما ترامب غرد أنه ذهبت لمنطقة الشرق الأوسط وأكدت على عدم تمويل الإرهاب والقادة هناك أشاروا إلى قطر، ثم عندما يقول ترامب في تغريدة أخرى بعدها بدقائق أنه قد يكون هذا بداية نهاية الإرهاب، وكأن هناك إذن ترتيب دولي. أنا أعتقد أنه جزئيا شعور تركيا بأنها قد تكون مستهدفة بعد قطر أو مع قطر أو قبل قطر، ومن جهة أخرى إحساسه بأن هذه ليست مجرد أزمة خليجية بين دول جارة على سياسة خارجية، وإنما ترتيب أكبر إقليمي دولي أمريكي نوعا ما. وبالتالي نرى هنا جزء من التحفظ ما حاول يعني أن يمرره الأستاذ مصطفى بسهولة، أنه فكرة أنه قلبها مع قطر لكن عقلها يقول لها أشياء أخرى، أنه انتبهي لا تدخلي في حالة الاستقطاب، حاولي أن تكوني في الخارج، حاولي أن تتهدئي الوضع، تحتوي الأزمة قدر الإمكان، لأنه تدهور الأزمة أيضا ليس من صالح تركيا، لأن صحيح. تركيا عندها ستكون أمام استحقاق اتخاذ قرار. حتى الآن الأزمة وما في تركيا يكفيها معنى أزمات الموجودة في تركيا لا تفتح أزمة إقليمية حتى الآن أخرى. الأزمة السياسية هناك محاولة لاحتوائها، الأزمة الاقتصادية تركيا قامت بخطوات معينة، أعطت إشارات مهمة، يعني 4 طائرات شحن ذهبت غير مجدولة إلى قطر، وكأنها تقول أنه لن تسمح بخنق قطر عفوا أو حصارها أو إضعافها اقتصاديا. هذه إشارة مهمة. لكن في حال تدهورت الأمور أكثر، تأزمت الأمور أكثر، تفاقمت الأمور أكثر لصراع ما، لتحد ما، لمحاولة تغيير النظام في قطر، لإشكال عسكري على الحدود أو ما شابه، تركيا ساعتها ستكون أمام استحقاق اتخاذ قرار ما. تركيا تحاول أن لا تصل لهذه النقطة وفق وجهة نظري، تحاول قدر الإمكان الاتصالات، المناشدات بالتهدئة، الاستعانة حتى بلاعبين أو فواعل من خارج المنظومة الخليجية مثل الرئيس الروسي ربما. هذه فيها إشارة أن تركيا حريصة فعلا على عدم إشكال وضع، وأعتقد أن المناشدات أو يعني الخطاب الذي خرج من قطر نفسها عدم المبادلة أو مواجهة القرارات بقرارات مشابهة، فتح أجوائها تماما للطائرات الأخرى، الخطاب الهادئ المتأني، خطاب إعلامي وسياسي يعول على حكمة الملك السعودي في حل الأمر، أشقاء الخليجيين، الحديث كله يدعو للتهدئة ولتفويت الفرصة على الذين سوف يستفيدون من هذه الأزمة العربية أو الخليجية. كل هذا مؤداه الحقيقة أن هناك فرصة، هناك إمكانية إن سلمت النوايا أن تحوى هذه الأزمة وأن يعاد بها إلى نقطة صفر، وطاولة الحوار كفيلة بأن تخرج الحقيقة هذه الدول كلها من هذه الأزمة. يعني هذه أزمة غريبة حتى على ثقافة التعامل لدول الخليج مع بعض البعض. حتى غريب على بيت خليج. والأستاذ جابر الحقيقة يعني أشار إلى نقطة مهمة جدا، الفبركة والهجمة الإعلامية ثم قطع العلاقات تنكرت لسنوات طويلة جدا من التعامل الخليجي. رأينا ذكر لعائلات حاكمة، ذكر لنساء ولشعوب وإهانة أو إساءات لشعوب معينة، هذا غير معروف غير متعارف الحقيقة أستاذ محمد.
كانت في كل الأزمات السابقة، حتى في أزمة 2014 أزمة سحب السفراء دول الثلاثة من قطر، كان هناك حفاظ على الخطاب، مستوى الخطاب والحد الأدنى من الخطاب السياسي والإعلامي تجاه بعض البعض. واضح أن الأزمة غير مسبوقة، ولذلك تحتاج لإجراءات غير مسبوقة وتحتاج لجهود غير مسبوقة الحقيقة واستثنائية. وأنا أعتقد تركيا مهتمة بهذا الأمر وقطر مرحبة. تحتاج ربما السعودية أن تخرج من الفيتو أو حق النقد الإماراتي الذي ذكره الأستاذ مصطفى قبل قليل، ليمكن لعب دور تركي يضاف إلى دور خليجي يلعبه أمير الكويت، دور إسلامي ممكن، دور منظمة التعاون الإسلامي. القمة العربية يجب أن يكون لها دور مهم جدا الحقيقة، للأسف الشديد. يعني لاحظ حتى أننا لا نسأل هذا السؤال، لأنه قمة الجامعة العربية غائبة جدا تماما، رغم أن هذه أزمة في قلب منظمة العمل العربي المشترك، وتجدها الحق للأسف الشديد غير موجودة، وإن وجدت فستكون تعميماتها وبياناتها للأسف الشديد منحازة إلى طرف لطرف آخر. هنا ربما جزء من التعقل والحكمة التركية، إذا أردت أن تلعب دورا يجب عليك أن لا تظهر كالمنحاز، حتى لو كان قلبك مع قطر كما ذكر الأستاذ مصطفى قبل قليل. أستاذ مصطفى، يعني وندخل الآن إلى مربع الاستشراف، يعني نفرض أن هذه الأزمة تفاقمت، الأزمة الخليجية تفاقمت، والآن هناك بوادر لأن هذه الأزمة ممكن تحل، ولكن أيضا هناك بوادر أخرى وإشارات أن الأزمة تزداد تعقيدا. ما هو الدور التركي المتوقع في هذه الأزمة لو ازدادت تعقيدا؟ لأن مثل ما أشار الدكتور سعيد، يعني هذه قطر ممكن مستهدف بعد ذلك تركيا أو صحيح. أطراف أخرى. هذه الأزمة غير معقولة أصلا، أزمة الزعامات ليس أزمة المصالح، لذلك يعني هناك أزمة زعامات وليست أزمة مصالح. نعم، ليست أزمة المصالح، لذلك هناك تشاحن، هناك أيضا ثقة عالية في بعض الزعامات الخليجية، هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة. لذلك أنا لا أرى أن هذه الأزمة تزول بسهولة إذا كانت مرتبطة بالزعامات ليس مرتبطة بالمصالح. إذا كانت مرتبطة بالمصالح طبعا يمكن أخذ من خلال أخذ ورد طبعا التصالح بين الفرقاء، ولكن عندما تكون هناك تشاحن وأيضا أزمة الزعامات في هذه الحالة استرضاع الزعامات ليس شيء سهل، ولكن لا بد أن ينتبهوا أن هناك مترابزون لأهل الخليج، يعني هم ليس وحدهم يتلاعبون في المسرح، ولكن أيضا لا ننسى دور شيء دولة مثل إيران وروسيا طبعا يتابعون الوضع، كيف موقفهم؟ أعتقد هم يعني ربما مسرورين لدق سفين بين الدول الخليجية، ولكن في الوقت ذاته ربما لا يروق لهم المغالبة طرف على طرف آخر، أن يكون هناك مساجلة أو أن يكون هناك استنزاف. لذلك أعتقد يعني أن إذا كانت هناك تعقل في إنهاء هذه الأزمة، هناك يعني بالبساطة يمكن أن يتوصلوا إلى النتائج أو إلى حل يرضي كل الأطراف، ولكن كما ذكرت هناك أزمة غير معقولة حقيقة، وأزمة الزعامات ليس أزمة المصالح، ولكن أيضا الزعامات تتضرر من إطالة هذه الأزمة فيما بينها، ولذلك لا بد أن أنا ليس بوصفي أن أنصهم، ولكن الظروف مكشوفة، الظروف مكشوفة، إذن هم يعتبروا الظروف الموجودة والتحديات الموجودة، ويعني يتغلبوا على أهوائهم. هذا هو ما يعني إذا كان هذا يعني وكأنك قدمت تركيا بأنها ستنتظر تداعيات الأحداث وتتاليها وتسارحها أيضا ثم تحدد موقفها على ضوء ما سيقع. طبعا تركيا لا تتمنى أن تتداول هذه الأزمة، يعني تدويل الأزمة يعني غير سارة بالنسبة لتركيا ودول صديقة بالنسبة للدول الخليجية، لذلك ربما في بداية الأزمة حصل هناك ارتباك من تركيا، وأيضا عدم التسرع لدخول أعطونا هذه الأزمة، ولكن في نهاية المطاف تركيا تتضرر من طبعا تفاقم هذه الأزمة، ستصل إلى تركيا، ستصل أضرار هذه الأزمة إلى تركيا أكثر من غيرها. طيب دكتور سعيد، إذا كانت هذه يعني شظايا هذه الأزمة ستصل تركيا، وهذا أنا طالت تركيا بشكل آخر حتى إعلاميا، يكفي أن تذكر تركيا مقرونة بجماعات وصفت دوليا وأمريكيا إرهابية، ومقرونة بالإسلام السياسي وبالإخوان، يعني اليوم
تركيا أمام منعطف مهم جدا في تحديد سياستها في منطقة تعتبرها عمق استراتيجي، منطقة الخليج. كيف يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر أو تكون لها تداعيات على العقل السياسي التركي عندما يهندس من جديد علاقاته مع دول الخليج؟ يعني شوف، ونحن بدأنا أو تحدثنا أن هناك أزمة ثقة مع بعض الدول، ثم هذه الأزمة الخليجية. كيف الآن العقل السياسي التركي يعيد تشكيل نفسه حتى يفكر بشكل آخر في هذه العلاقة؟ شوف، هو جزء من هذه المشكلة أيضا اقتصادي، لكن ليس لدينا الوقت للتفصيل فيه، لكن هو أيضا موجود. وفعلا قطر هي ثالث مصدر للغاز المسال في العالم وثاني أكبر مخزون في العالم، هذا شيء مهم. يعني هذا الأزمة الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي، ولكن أيضا حتى أتحدث على مستوى العلاقات الثنائية، بمعنى أنه الأمر إن تفاقم ربما ستكون هناك مواقف خليجية من الدول التي تتعامل مع قطر باعتبارها هي تفرض عليها حصارا. الأمر الثاني، التجارة التركية القطرية جزء مهم جدا يدخل من البر عبر السعودية، والآن المعبر البري الآن مغلق، بالتالي حتى تركيا متضررة اقتصاديا. لكن أعتقد الأولوية الآن في ذهنية صانع القرار التركي هو سياسيا واستراتيجيا وليس اقتصاديا. تركيا تبحث عن أمرين، تبحث أولا عن تدوير زوايا الخلاف المختلفة، وتبحث عن تقليل عدد الخصوم قدر الإمكان حتى تركز أكثر على أولوياتها في موضوع لملمة أمر الانقلاب ومواجهة جولان العمال الكردستاني، حتى استحقاقات النظام الرئاسي الذي تحدثنا عنه كثيرة وتحدياته على تركيا وما إلى ذلك. وبالتالي مهما كانت تركيا لها علاقات متميزة مع قطر، تحاول قدر الإمكان أن تكون ذات مصداقية في التواصل مع مختلف الأطراف، لأنها تريد لهذه الأزمة أن تحتوى. أنا أعتقد أن أولوية تركيا الآن احتواء هذه الأزمة قدر الإمكان احتواؤها، إجلاس الأطراف المختلفة على طاولة واحدة وحل الأمر، حتى لو كان بغدا وجود تركيا بحل خليجي بحل من خارج حتى من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، لكن فكرة أن لا تتفاقم الأزمة وتتطور لأمور صعب الرجوع عنها. حتى الآن كل ما اتخذ من قرارات سياسية واقتصادية وما إلى ذلك ودبلوماسية يمكن العودة عنها بسهولة، وعودتنا الدول العربية ودول الخليجية على أن الخطاب الأخوي والشقيق وما إلى ذلك يمكن أن ينسي الأزمة حتى حين على الأقل في الظاهر، لكن إذا ما حصل الأمر ووصل لاشتباكات لاحتداد معين، مواجهات حدودية، شيء على مستوى التدخل في داخل الشؤون الداخلية لقطر أو غيرها من دول، هذا الحقيقة سيكون مسار صعب الرجوع عنه. وأعتقد أن الأولوية التركية التي تحاول أن تفيد فيها هو عدم وصول الأمور لهذا المستوى. أكيد للحديث بقية شكرا لك أستاذ مصطفى أوجدان المحلل السياسي التركي، دكتور سعيد حاج الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي. شكرا للسادة المشاهدين على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.